انطلقت في مدينة درنا دورة للصحافة عن طريق الهاتف المحمول لأهمية هذا الجهاز اليوم اللي أصبح يفي بالغرض ويقدر يوثق الصوت والصورة وخاصة في مجالات مختلفة ومنها مجال الهلال الأحمر. خلونا مع بعض نرحبوا بالأستاذ بهاء الكواش مدير مكتب الإعلام بالأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي. مرحبتين بك أستاذ بهاء. نعم تحياتي لك أستاذ مشاهدين كرام. اهلا بك. خلاص ولينا جروب مع بعض اصحاب استاذ بهاء الدين في برنامج العشيه. طبعا الدليل ما فيش اي مشكله استاذ بهاء. يعني لو نبدو بسؤال ممكن كل الناس اليوم تبي تعرف اجابته، هل فعلا اصبح الهاتف محمول المحمول هو بديل لكل كاميرات الصحفيين؟ بالنسبه لثقافه الهاتف المحمول بشكل عام بشكل خاص هي تكنولوجيا طبعا كل يوم طبعا تتطور. صار حتى الصحفي المهني في العالم يتعامل بالموبايل وبالهاتف المحمول. قناة 218 سباقة لاستخدامها التقنية عبر مراسليها في ليبيا. صح. فنحن كجمعية الأحمر ليبيا عندنا كل في كل فرع من الفروع عندنا مسؤول إعلام. فكانت الفكرة من فترة إن إحنا ممكن نعمل دورة في مسؤولين الاعلام عندنا في ليبيا لعدد 35 مسؤول اعلام بثقافه الهاتف المحمول واهميته وسرعته، لان اصبح الان عن طريق الهاتف المحمول ممكن تصور، اصبح عن طريق الهاتف المحمول ممكن تمنتج، عن طريق الهاتف المحمول ممكن تعالج الصور، عن طريق برضه الهاتف المحمول ممكن ترسل الماده، فهي تكون بشكل اسرع. فكانت الفكره من فتره ان تكون في دوره لمسؤولين الاعلام عن طريق مكتبنا ومكتب الامانه العامه للاعلام الهلال الاحمر الليبي. وبصراحة كانت البادرة في مدينة درنا، اخترنا مدينة درنا أنها تحتضن هذه الورشة وهذا التدريب، وبدأنا بمسؤولين إعلام المنطقة الشرقية اللي حضروا لمدينة درنا عددهم من 15 منسق إعلام. وحتكون الخطوة القادمة إن شاء الله المنطقة الغربية والجنوبية حتتم فيها تحت المدينة، لكن الخطوة المبدئية كانت درنا هي الحرب. درنا كانت استقبالنا دورة ثلاث أيام متواصلة كانت مكثفة. والفائدة طبعا عمت الجميع. طيب أستاذ بهاء، في شو ممكن يساعد الهاتف المحمول اليوم أعضاء الهلال الأحمر الليبي؟ هو طبعا إحنا عملنا ميداني أكثر شيء، فأحيانا نحمل الكاميرات والمعدات شيء حمل ثقيل حتى على من هو يقوم بالمهمة. لكن هذا تقول في الجيب، يعني أخف أسرع في في في, في في التقنية، كل شيء صار، كل البرامج صارت التطبيق صار داخل الهاتف المحمول، فحتفعنا بشكل كبير. وبصراحة هذا شيء يشرفنا، هي بادرة الأولى من نوعها على مستوى ممكن العالم كجمعية وطنية سواء كان هلال أو صليب أحمر، لأنها تستخدم الهاتف المحمول عبر فروعها وعملها في الميدان. جميل جدا. أستاذ بهاء، يعني هالنوع من الدورات في هلبة شباب يعني يطمحوا لخوض هذه التجربة في الدورات، فهل عندكم جدول ينزل على موقع الهلال الأحمر أو صفحة الهلال الأحمر؟ ممكن بعض الشباب في المدن الثانية، ذكرت أن الفترة الجاية حيكون في المنطقة الغربية والجنوبية، فهل في جدول لكم ممكن بعض الشباب يلتحقوا بكم في هذه الدورة؟ هو يعني كخطوة أولى نحن الدورة عاطينها لفروع تقريبا منسقين الإعلام في الفروع، بنحاول نحن نرفع من كفاءتهم ونحاول أن يكون عندهم جانب آخر من طريقة عملهم عن طريق الهاتف المحمول. لكن ربما مستقبلا حنفتح المجال للتدريب لمن هو حينتدب للهلال أو يكون كمتطوع يدخل الهلال، هذه حتكون كخطوة ثانية، حتكون برضه عن طريق الفروع، يعني كل فرع ممكن يفتح المجال أو داخل مدينة المتطوعين. فبصراحة يعني بشكل عام خلال الدورة من خلال ثلاث أيام كانت يعني واخذة بصراحة صدى كويس ممتاز لمن هم مسؤولين الإعلام عندنا في الفروع، تقبلوا الفكرة، نشاطهم زاد، يعني حتى لو في برومو أنا بعثتها للقناة مش عارف عرفتوا أو لا في البرنامج، أنا سمحت للشباب بالتلفزيون، لكن هذا كله كان عن طريق كل العمل المنتج كان عن طريق الهاتف المحمول. فهذه بصراحة خطوة إيجابية وكويسة ممتازة ومشجعة إحنا ممكن نطور عملنا في الهلال الأحمر الليبي مستقبلا وخاصة في جانب الإعلام. صح. حلو. خلينا نشوف فيديو يوصف لنا أجواء الدورة كيف كانت وبعدها نرجع نكمل باقي الحوار أكيد. معك يا.
شفنا هذا الفيديو اللي من إنتاج الهلال الأحمر، وهو نفس الشيء عبارة عن كل شغل من خلال كاميرا الهاتف المحمول. خلونا نرجع لأستاذ بهاء الكواش، مدير مكتب الإعلام بالأمانة العامة بالهلال الأحمر الليبي، باش نحكوا أكثر بخصوص الدورة التدريبية اللي قاموا بها لكل فروع الهلال الأحمر. عمار يلا أستاذ بهاء، تسمع فينا؟ نعم معكم. شباب الدورات الجاية أو الفترة القادمة شن حيكون في من احنا نقوله أفكار ممكن تساهم في تطوير الهلال الأحمر زي الفكرة هذه اللي هي دورة الهاتف المحمول؟ هو طبعا حركز الفترة الجاية برضو على جودة الصورة، حنديروا برضو دورات متخصصة في تحليل الأخبار، يعني إدراكا لأهمية الهلال الأحمر كل عملنا، والحمد لله يعني أعمالنا سبقتنا في ليبيا، فلابد أن كل فرع لدينا في ليبيا يكون من فرع هذا متكامل، يعني حنطلع كمرافق متكامل لكل مرافق عنا في ليبيا. فالبداية كانت الهدف محمول، وحنزل نعزو أكبر دورات تدريبية في مجال الأخبار وتحرير الأخبار وكذلك في جودة الصور. فبداية طبعا كانت في هدف المحمول، وإن شاء الله القادم حيكون أفضل بالنسبة للإعلام في الأخبار. جميل جدا. أستاذ بهاء، أخيرا يعني كم كان عدد الشباب اللي قمتوا بإعطائهم للدورة لمدة 3 أيام، وكم عدد الشباب المنتمين للهلال الأحمر المستهدفين في الدورات الجاية الخاصة بطبعا صحافة أو تصوير هاتف المحمول؟ طبعا هو العدد بالكامل على كل ليبيا نحن مستهدفين 35 مسؤول إعلام. حلو. اللي أعطيناهم محاضرات كانوا 15 شخص في مدينة درنة، ما زالوا 20 حددوا لهم مدينة في المنطقة الغربية إن شاء الله حيكونوا حاضرين فيها، وهي طبعا مرجح تكون في العاصمة الغرب. الدورة الثانية حتكون في نفس المنهج عشان يكونوا متساويين، وبعدين إن شاء الله حنوثق له المجموعة الثانية في دورات متقدمة، لكن كخطوة أولى كانت مدينة درنة هي الحاضنة لأول دورة تدريبية بخصوص صحافة الموبايل أو صحافة الهاتف المحمول. حتكون إن شاء الله خطوة ثانية بين الجنوب والغرب حتكون في المنطقة الغربية إن شاء الله. سيد بهاء الكواش المسؤول أو مدير مكتب الإعلام في الهلال الأحمر، شكرا لك على تواجدك معنا، وشكرا لكم دائما.